هاد الفقرة الخاصة بالدب هي فقرة مهمة اللي غتوريني كيفاش نقدر نولي ناكسيدي دو فاسون ديناميك للمحتويات ديال لا باج اتش تي ام ال. دونك الدوم كتعني دوكيمون اوبجيكت موديل، لو موديل اوبجي ديال هذيك الدوكيمون ديالي او لا باج. يعني شنو هي العلاقة ما بين المكونات ديال هذيك الدوكيمون ديالي اللي هي لا باج ويب. دونك سي تي لا بي اي كي بيرمي دو نافيغي دون لاربر des éléments d'un document, d'en lire les nœuds et de les modifier. يعني هي كتمكنني انني كندخل لواحد لو دوكيمون وكنشوف لاربر ديالو بحال هذا المثال. هذا مثلا دابا هذه سي اون اربر، هذا كنسموها حنايا اربر، حنا ديجا دوينا عليها مجموعه ديال الاشياء. مثلا دابا هنا كنتخيلوا ان عندنا واحد لو دوكيمون بادي بلا باليز اتش تي ام ال، كاين فيه الهيد وكاين فيه البادي. وسط الهيد راهم دايرين تايتل وكاتبين فيه العنوان ديالو ديال هذاك الدوكيمون. ابخي الجزء ديال البادي راه دايرين واحد ديف ودايرين مثلا يو ال ودايرين واحد ديف وحده اخرى. هاد الديف هادي حاطين داتا ستاتي حاطين معلومات، وبالنسبه لليو ال كاين فيها واحد المجموعه ديال ال اي كل وحده شنو حاطين فيها. وهاد الديف هادي محطوط فيها شي امور وحده اخرى. المهم هذه هي اللي كتسمى دابا اخر. بالنسبة لينا حنايا في الدوم كنحاولو في الكود اش تي في الكود جافا سكريبت نشوفو كيفاش نقدرو نوصلو لأي حاجة انطلاقا من المعلومة اللي كنعرفو عليها. حنا ديجا دابا عرفنا بأنه باش نوصلو لإليمون ولا كان عندو الأي دي راه كنستخدمو واحد لا ميثود لي سميتها جيت إليمنت باي إي دي وكنجبدوه فين ما بغا يكون. ولكن هي مكايناش غير بوحدها، هي كي قلنا واحد لا ميثود مهمة جدا، غير هي كاين هنايا اشياء وحده اخرى خصنا نتعرفوا عليها انطلاقا من لاغبغ. يعني كما دوينا حتى في السي اس اس وهذا قلنا ودي ملي كنرسموا لاغبغ كنوليو كندويو على شكون هو لو بير البارنت، شكون هما لي زونفون ديالو، شكون الاخوة. بحال دابا هاد ديف والاو ال وديف هادو راه خوت حيت عندهم نفس النيفو. البادي والهيد راهم خوت، شكون هو الاخ على اليمين، شكون هو الاخ على اليسار اكسيتيرا. يعني كيدوي بحال هاد بحال الشجره ديال العائله بهذا المفهوم. الدوم حتى هو تيخليك تخدم بحال هكذا، يعني حتى الا ما كانش عندك الايدي ديال لي زيليمون كتقدر تمشي مثلا لواحد الاو ال وتقول لها انا غنمشي الاخ ديالك اللي كاين قبل منك هو اللي غندير فيه كذا وكذا وكذا. على هادشي راه كنا درناه في لي سيليكتور في سي اس اس. بدابا غنخدمو بيه الاغراض وحده اخرى، يعني بعدا نوصلو ليه بجافا سكريبت ونخدمو بيه على حساب التمرين اشنو كيطلب. صافي دونك هذا هو اون جينيرال الدوم. هنا غنشوفو كيلكو تيرمينولوجي. دونك ان اربغ اي اون هيارشي دو نو، كيتسمى هي واحد لاربغ هي مجموعة ديال لي نو، هادو هما اللي كيتسماو لي نو. هادو كاملين هادو اللي محطوطين هنا في الاطراف هما اللي كيتسماو لي نو اللي كيوصلونا ليهم الاسهم، كلهم كيتسماو دي نو. افيك ان سومي اونيك، يعني كيكون عندنا الفوق بحال مثلا حنا عندنا السومي دابا هو لاش تي ام ال، هو اللي خرج منو كلشي، هو لو بير ديال كلشي، هو اللي كيتسمى لا راسين ديال لاربغ. فهاد الحالة اللي شفنا حنايا هو لاش تي ام ال. Les principaux types de nœuds sont les éléments, les attributs et les nœuds textes. Donc, on peut dire que les nœuds qui sont dans l'arbre, on peut dire que des éléments qui sont des valises, on peut dire que des attributs, on peut dire que du texte qui est écrit pour la valise. Chaque nœud a un parent unique, y compris la racine pour laquelle il vaut nul. يعني قال لك الا خدينا اي طرف اي نو خديناه، مثلا خديت هاد الاو ان ضروري تيكون عندها واحد البارنت بحال هاد الاو ان. شكون البير ديالها؟ هي البادي. البادي شكون البير ديالها؟ هي اتش تي ام ال، وكيكون اونيك كيكون واحد. هاد ديف شكون البير ديالها؟ هي بادي. البادي شكون البير؟ هو اتش تي ام ال. والاتش تي ام ال هي لا راسين كنقولوا بانها عندها واحد البير نول، هي الوحيده اللي كيكون عندها بير نول. الاخرين كلهم كيكون عندهم واحد لو بير واحد ماشي كثر. فوالا شاك نو ا دي زونفون شايلد نودز. دونك هنايا
كي كدا كيكونوا عندنا لي زونفو مثلا اش تي ام ال لي زونفو ديالها ديريكت هما الهيد والبادي البادي لي زونفو ديالو هو ديف والاي ال والديف هاد الاي ال لي زونفو ديالها هي ال اي هاد جوج هادو كيتسموا اونفو يعني حنا كنعرفوا كيفاش سيركولو في الشجره هادي خصنا ضروري نعرفوا ليها بعدا بعينينا بحال كي كنخدموا دابا احنا من بعد غنبداو نشوفوا داكشي كيفاش كيتكتب جافا سكريبت Les éléments peuvent avoir des attributs dont chacun forme un nœud. Donc, tout l'élément, l'élément qui est la valise, il peut être là, faire couler donc les attributs du nœud, on a chacun des nœuds. Nous pouvons dire, par exemple, le nœud, il y a l'input, il y a le type, il y a le value. عندها نايم بحال هكذا نقدروا نعزلوا لها لي زاتريبي تا هما مفرقين لي زاتريبي دان او سولو بور بارنت سو توتوفوا اتر او فو دو سولو يعني هما واخا ما كنسموهمش كنعتبروهم انهم او فو انهم البارنت ديالهم اولا داخلين في هذاك لو نو واخا ما ترسموهمش لان لي زاتريبي عندهم حاله خاصه يعني ماشي دي باليز هما الا بغينا نجبدوهم مثلا هنا في هاد ليكزومبل كنا باش نقراو لاتريبي ديال شي اليمون كنديرو الجيت دابا حنا خصنا نعرفو بان جافا سكريبت سي تان لونغاج اورينتي اوبجي يعني حتى هو فيه نيجاترز لي سيترز داكشي اللي عرفنا في لا بي او او الاغلبيه كيفاش شفنا حتى دابا في لي بات دابا عندنا جيت اتريبيوت ملي كدير الاتريبي كتبغي تجيب مثلا كتكتب السميه ديال واحد الباليز كيعطيك لاتريبي اولا لي زاتريبي ديالها ولا كدير هنا جو ميكسكوز كدير هنا سميت لا باليز هو الاليمنت كدير جيت اتريبيوت وكتعطي السميه مثلا غادي نقولوا غنديروا لا باليز اللي حنا كنا جايبينها بالاي دي اللي هي هذيك الانبوت اللي لقيت اتريبيوت نيم وتشوف لو نو ديالها شنو مكتوب فيه ولا اتريبيوت فاليو ولا شي حاجه في هذا الشكل هادي اللي بغينا نجيبوه اما الا بغينا نموديفيو غنستخدمو ان سيترز سيت كيما كتعرفوا كيكون فيه لا فالور اللي غنعطيو جديده دونك هنا مثلا ناخذ شي امبوت وندير ليه سيت اتريبيوت نيم كذا يعني بالنسبه لهذاك النيم ديال هاد الامبوت غادي يولي هو واحد لا فالور كنعطوها ليه جديده كوم لي سيترز العاديين اللي كنعرفو Donc les attributs d'un élément ne forment pas un ensemble ordonné. يعني بالنسبة لنا les attributs ما ماشي ضروري يكونوا نخدموا بالترتيب اللي بدينا به ما كاينش مشكل ما عندناش الترتيب ماشي شي حاجه ضروريه في les attributs. Alors que بالنسبة لي لي نو اللي كيكونوا اليمون عاديين هذوك كنقولوا الترتيب خصو يكون خاصني يكون عندي الترتيب باش مثلا الاي ال اللي غندوي على الديف اللي قبل منها راه هي هذه واللي من وراها هي هادي يعني داك كي الترتيب كيكون مهم بالنسبه لي زاد خبير بني هادي لو بارون دان لو انسي كو لو بارون دو سو بارون اكسيتيرا او رومونتون جوسكا لا راسين كونستيتو ان انسومبل ابلي انسيتر دو نو دونك هادشي تا هو درنا حنا قبل في السي اس اس كاع بحال مثلا خدينا هاد ال اي كاع لي بارون ابتداء من لي بارونت البارونت ديريكت مثلا ال اي شكون هو البير ديريكت ديالها هي الاي ال والاي ال عندها بارونت ديالها هي بادي وبادي البارونت ديالها هي اش تي ام ال بحال نقولو كنقراو لعبه بالمقلوب هاد لي بارون كاملين يعني الاب والجد واب الاب اب الاب هادو كلهم كيتسموا زونسيتر يعني الاباء والاجداد كيتقراو بحال هاد الشكل De même, les enfants du nœud ainsi que leurs enfants, etc., forment un ensemble appelé descendant. Donc, il a dit que HTML, l'enfant de la est le body, le body de la est UN, le UN a deux enfants, le UML. بالنسبة لل HTML البادي والUL والL E والL E هادو كلهم كيتسموا دي ديسوندون دي ديسوندون إلا قرينا بالمقلوب غنقولو ال L E عندو دي زونسيتر قبل منو اللي هما UL والبادي و HTML ولا قريناها في هاد السونس لاخر نقولو HTML عندو دي ديسوندون اللي هما البادي والUL والL E سيغتان نو أون لو ميم
parents كانوا دوني يعني كاين اللي مشتركين في parents ils sont appelés siblings ce qui signifie frère ou la sœur يعني ملي كنشوفوا بحال في هذا المثال كي قلنا الاي ال والديف وهالديف كلهم عندهم نفس البارنتس ديريكت هو البادي في هذه الحاله كنقولوا عليهم هما يا سو دي فرير يعني سيبلين غنلقاوها في جافا سكريبت مكتوبه سيبلين parmi ceux-ci donne accès au nœud immédiatement avant l'équipe de prévue sibling et au nœud immédiatement après l'équipe de next sibling. Dans le cas de l'UL, il a dit ça. Il a previous sibling, ou il a dit, ou il a next sibling, ou il a dit le cas. Le body, il a dit, donc le body. البريفيو سيبلين ديالو هو الهيد وبعدها التانكس سيبلين بعدهاش اخ في اليسار اما الهيد بعدهاش البريفيوز سيبلين وعندها نيكس سيبلين هو البادي دونك حنا خصنا نتعلمو هاد القراءات حيت هما اللي غيخليوني ملي نكون كنكودي نعرف راسي فين غنوصل كي قلنا حنا الضم هي اللي غتوريك الطريق باش توصل شي حاجة والطريق مكتوبة بهاد لي زيليمون فانت غتكون عارف هاد اللافتات اش كيعنيو فوالا دونك قلنا كاين البريفيو سيبلين والنكس سيبلين هادو على حساب الإخوة واش على الأول ولا الثاني كو أن إليمون أن دي نو نا با دو بارنت بارنت نود فو نول إلا كان شي واحد معندوش البارنت ملي نقلبوا لي على افيشيو البارنت نود غنلقاو نول بحال مثلا لاش تي ام ال ما عندوش البارنت هاد الاول فيهم ما عندوش البارنت لا راسين ما عندوش البارنت دو ميم سي با با دونفو الا كان شي واحد ما عندوش اونفو الفيرست شيلد ولا شيلد فال نول دونك لا ميم شوز هنايا ممكن اننا ندويو على بحال او ال دابا عندها جوج ديال الشيلد عندها الفيرست والثاني وعندها هي غير فيرست و لاست راه حنا نقدروا نلقاو مجموعه بحال البادي دابا عندها ثلاثه الفيرست هو هذا واللاست هو هذا هذا الا بغيناه غنجيبوه بالبوزيسيون ديالو حيت لي شيلد غيتعطاونا كطابلو اما الفيرست راه نقدروا نجيبوه غير فيرست شيلد وهنايا لاست الا كان ما عندوش بحال دابا هاد ال اي ما عندوش حتى اون فو يكونوا نول شيء منطقي وعادي جدا دونك فوالا لا فيغور اللي غتعطيني الشكل بحال مثلا هادي هي لا غبر اللي كنا كندويو عليها غير دابا هادي بصفة عامة عندي بارنت نود عندي بحال هاد الشكل الا كنا كندويو على هذا فاللي قبل منو غيتسمى بريفيو سيبلين اللي من وراه خوه اللي من وراه كيتسمى نيكس سيبلين واللي تحت منو كيتسماو شيلد نودز هادي غتعطينا طابلو ديال الاخوة ديالو الاول كيتسمى فيرست شيلد والاخر كيتسمى لاست شيلد هذا غيتسمى شيلد نودز واحد حيت كنبداو بزيرو واحد جوج حتى الا بغينا ما نخدموش بفيرست شيلد نخدمو بشيلد نودز زيرو ممكن غتعطيني هو الاول صافي دابا ملي ولينا كنعرفو نقراو هاد لاغبغ نقدرو ندوزو نشوفو اش هما لي ميثود اللي كيخليوني انني نجبد هاد لي يعني هاد لي زيليمون كيفاش نتعامل معاهم وحنا ديجا حنا خدمنا على شي وحدين